من حناطه لهذا المكان الحلو هذا. اجيت ادور على فخاريات طوس وهاي ترتيبات، على مود اسوي لكم نافوره هم لكم انتم تستفادون معده وهم للطيور، وشلون نافوره مرتب اختاريت يعني. ف بسم الله. تعالوا شوفوا المفاجأة. اللهم صلي على محمد وآل محمد. سلام عليكم. المقدمة اليوم من السطح يا برا، اجيب لكم دجاج عرب ما مطروق، اقوى مربي بالشرق الاوسط دجاج العرب. راح نسويكم دجاج عرب على اصوله. السالفة كالتالي، قررت اجيب دجاج عرب واشتغل شوية وشوية القناة، القناة صعدت. لا والله اجيب انواع الدجاج، والدجاج من هذا الغالي المضبوط، ونكادر دجاج العرب وفقاساته وسويها خبصة. القناة ما بيها حركة. لا والله ذيك الساعة اخوان نسوي المندي ونعزم الناس القريبة علينا، وكان الله يحب المحسنين. عنده دجاج عرب وقريب علي بالبصرة ودجاج عرب مضبوط، خليه راسني حتى اجي اخذ من عنده، خليهن بالسطح ونداريهن شوي شوي، ونظل مديه هاي ترتيبه. موضوع ثاني اخوان، النافوره سويت نافورتين وشغل مرتب ورخيصات، ويعني صدق شغل براس 60 حظ وما يخسر. تدرون بي انا ما احب اخسركم، اعطيكم شغلات اللي تستفادون منها. ابو المخضر ما يخليني 16 مقدمه حذفتها من ورا ابو المخضر، على عناد ابو المخضر راح اكمل. فراح تشوفونها لو نايت هذا، يعني اسويها اجزاء بهذا الفيديو، لو انشرها بالقناه الاحتياطيه مالتي، وعلى الاغلب راح انشرها بالقناه الاحتياطيه، وهم راح انتظر تعليقاتكم. خليكم ويا الفيديو وان شاء الله يعجبكم، مشاهده ممتعه. نشوفكم التطورات اللي صارت. العش اللي سويته امس مثل ما قلت لكم، بسم الله ما شاء الله. هاي النتيجه بيضت بيه، بس اخوان ابو راس بعد ما نفرح بيه. يما الجولدن يما يسبحون في دول الله. ماي سباحه خلي لهم جاي، كناري هم اخلي لهم ماي سباحه دائما، يعني هاي بالحشاشة بالاخفاص دائما ماي سباحه حتى الطيور تاخذ راحتها. وشوفوا لي هذول وين عششوا وين مبيضين. بيضين بيضه هنا سحبتها طبعا، وخليت لهم بيضه خربانه سلقتهم عششين فوقها، بطلوا من العش ذاك. بلكت الله فال خير عليهم، هذا المأكليه يصير لهم عش. بالنسبه لهذولي خلنا اسحب البيض، لانه اذا ما انفق سيدي يوم خلص. يلا طلعي. اه صلوات على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا رب لك الحمد والشكر. صلوات على النبي. والله جيت اكسر البيض امس، ايست منه. هذا البيض مال الفناجس النثية اللي ماتت اول نثية بالمرض اللي شوفتكم اياه. هذول افراخها وكلش معتز بيهم اخوان، يعني يا رب ان شاء الله يكملون يعوضوني. المرة رجعت انا من الصدمة ما اعرف شو اسوي. يعني امس جيت افلشن والله، قلت هاي خلاص من تياض لانه ما يفيدن. يا ربي ايش قصاري ما شايف التاج. ولا هذا البنغالي يلعب جوله، قال ما نعيش هنا. وين ما في دحيسه ولا في دحيسه فيه ماكو شيء. خاف من جدي ونكل النوم. هاي الحشاش فيها ماكو شيء. افقر فتح حشاش. ايش ماكو. يلا الحمد لله والشكر، انتم شدوا حيلكم ان شاء الله. يا بكت الله اخر الموسم حصل منهم شيء. اخذوا راحتكم، كلش اخذوا راحتكم، ما ناذيكم ابد. يا ابا شبيك انت الصيح؟ شبيك ماي وعدكم مشربيه وكل شيء. لو راجعين بانين ايش هذول؟ منين جابوا هاي المواد مال التحشيش؟ الله يسحبون منك. الله يسحبون من عش ابو راس يجيبون هنا. يلا بعد احسن خلي ينتجون، خلنا ندبر مواد تحشيش، اخاف ياخذون مالات براس. شوفوا لي رزين الكناري الفحل اللي صاير لي ورا من البق صار بيه. لازم ذنها سهمة تشكشكن بابره لان ما راح يطيبن. وخلنا نشوفكم النتيجه مالت التشكشك مال الابره بهاي النتيجه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا صبح ايش قد صار له ممرم واسود. شوف شلون صار، بسم الله ما شاء الله. بس طلعت الدم الخبيث مال البق هذا، طبعا انزلق من هنا بس هسه بنا جلد عليه والحمد لله والشكر. طيب فهسه هذا الكناري اخذه ابزه اوبر، ابزه اوبر على مود يروح لورا من رجلي. هذا اكيد ما راح يطيب حجي سوبر. هذا شوفوا البق، بس بقولي اسمعوني بقى البق ايش كبرها. لك ماكو ايش بق دخيل الله. شوف ترس حالة ترس، بطل ذن الفراوله ظلوا ما ياكلون، والله ما ياكلوا. طبعا هذا الفراولة بس من ينتج ياكل هذا البويق وصراصر ينقلب قلم. على العموم هذا صراحة اخذه بس بزندري.
وصلنا ويال هاي النتيجة مثل ما جاي الشاهدون يعني. شوفوا مرتاح الحج بعد ما يحكي انك مو يظل يورم ويحكي وهو يظل يعظبي خطيه، فانت من طلع الدم من عنده راح يرتاح. هسه ديش الطائرة شفتوها هذا المرحوم بعد الله يرحمه غير موته خايسة، قهرني قهرني خطيه الحمد لله والشكر يا اخي. ها شوف المربي تمر علي انواع اشكال. هسه انا ايش راح اسوي اخوان؟ هذا كرفه كله خاف يصير عفن مدري شنو ترتيبات، خاف على الكوكتيل معدتي واذبه. ذولي ما اقدر انزلهم هسه هنا لانه هذا الفحل احتمال ينتقم من عندهم، ما ادري انزلهم قلوا ليش، راح انتظر كومنت قلوا لي يلا. وهيك صار الشكل، صار مستنبت عندهم هناك راح ياكلون هذول، انا غيرت لهم الاكل وهنا مثل ما قلت لكم شوية على الفاتة شمر. هسه اريد الزم هذا الفحل، شوفتكم اياه يا اخي المخرج ماله احس بيه بروز، خاف مريض عاد تلاحقه. تعال دك تعال تعال تصير اصير لطياري وهاي السوالف. الله وين راح؟ شوفوا اخوان اها هذا من اول ما طلع من العش نفس الوضعية، فخلي شوفوا ياكم. لا جاي يصبخ اخوان هذا مخلف ما شاء الله كثافة ريشة، أنا يعني عباله مورم. الصلوات على محمد وعلى محمد الطير. هاف على بلاك يعني ما تعرف، لا هو ثري كوم لا هو يعني هاف اورنج، بس هو حجم بسم الله ما شاء الله عبالك انجليزي يعني ناقصه بس الراس مالته يعني كذا وكذاوات. صلوات على محمد وعلى محمد. ولك شد حيلك خلينا نشوف خيرك عوضنا. روح روح روح. اسفين اسفين حبايب. تتذكرون الفحل اللي تمرض هو مرته وعزلتهم بهذا القفص الاسود اذا تتذكرونه؟ هو مو تمرض اخوان، انا بس شفته سوى بجنحه هيك ما ادري تمرض هو، بعد انا كانت عندي امراض وهاي قلت خلنا اعزله فردنا وبين النثيه مالته. شفتوه انطابا وهاي رجعت للمحميه نوب النثيه ورا يوم لقيتها ميته فجاه، وصورت لكم بالفيديو القبل السابق. هسه هو نفسيته اخوان الطير كل شيء ما بي وطاب وصحته وعافيته ما بي يفكرون عبالهم مات. لا اخوان ما مات، شلته وانطيته لابن عمي، لان ابن عمي خذاه له زوج قبل فتره من عندي ومات عند الفحل، فقلت له تعال خويا هذا خذه والله يرزقه بي ان شاء الله. الطير تنباع شايفينه شلون حجم وشلون مستوى، ومن الطيور المستعز من بيها بروح، بس هو ان شاء الله موعد غريب، لذلك خاف واحد يسالني عليه اخوان انطيته لابن عمي. شوف فاخت الملك ايش سوى بالمستنبت مال الدخن ذا، ما الملك وش وقت الملك مفارق المأكليات وضعت تشمرني ندخن هنا شي بسيط يعني. هسه صار لازم افحص البيض مال السمان حتى الما شادي ينعزل الشادي يبقى. نفحص البيض ونروح لما اخوان نزق حناطة، لان حناطة خطية سجوعان. ما صورت لكم انا بالفيديو الرحمو مدري صورته عيني. السلام عليكم، ممكن اذا امكن يعني بلا امر عليك تقومين اذا امكن ترى اشوفك يعني، وانا سويت هذا العش افلت. اكو ناس ما يعرفون شلون يفحصون بيض السمان اخوان، يبين يعني اذا البيضه ما شايله تبين تلالي صفره، خليها على الفلاش تقلب بيها شويه يبين عندك الصفار، واذا شايله يعني تبين سودة كلش. فهسه من الفلاش مال النقال هذا ما يبين شيء، ممكن نطفيه. ها شوفوه اخوان هاي الطيره بيه، شنو هاي الطيره بيه، هاي البيضه بيه. وانا جاي افحص البيضه جتني فكره وتركت الفحص. شنو هي الفكره؟ الفكره انه مو طيرتين يعني اثنين جاي حضنا، وحتى لو فقست ناس وبقت ناس، الناس تفقس اشيل نثيه من عندهن اخليها ويا الافراخ، والنثيه الثانيه خليها تكمل رقاد بعد عليهم تعب نفسي وافحصوها، فنروح حناطه وكله وهي تصفى. هل 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 بحنوطي هل 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 حاليا لحد الان بعد اخوان صار لي يوم ونص ما متعود عليه، بس هو شنو يعني بعيد عني اغلب الاحيان اخوان، ما فارغ له كلش، اوكله وارجع للقفص وحناطي هي حنوط. يلا كلك تستحي من النقال النقال حبيبي. يلا يلا يلا. اكو بتعليقات مال تيك توك شفتهم واحد يقول له سوى امراض احسن شيء الزق بالخاشو بالهاي السرنجة،
حبيبي انا يعني هواي هواي زار كلش هواي. يجوز بالنسبة لك انت مجرب وشغلك صحيح صاير، بس انا من كنت ازرق بسرنجة صارت عندي امراض كوما، وانت اخذها بعقلك يعني وين تدخلها قبل هنا، وين هو يتذوقها ويبلع وجوز عنده غدد تفرز مثلا، احنا شلون عندنا بالحليب غدد تفرز ويا الاكل يعني، احنا سبحان الله يعني ما نعرف ربك خوي تعلم منه انا قبل ياكل ليش خلاله حليب، فهم يريد يتذوق وياكل براحته حاله حال بقية المخلوقات، افضل هو يتذوق. وهو صعب تجربة يعني، انا جربت سنبل على هاي الطريقة الحمد لله بسرعة انفطم ولا كاي امراض ولا شيء. اصبحنا واصبح الملك لله. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ما شاء الله قعدت على الصوت مال الكناري. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. شلونكم عيل؟ ابوي خنقني وخوني البق، بغيت ابخر بيه البقات يلا خلص. بسم الله. شوف اخوان اسبوعي البق، اسبوعي البق ابوي غضب مو بق هنا صاير. كنت لما كان هذول المسخمين وجه ما يلفون عش، انا عبالي بنغالي عبالي فراولة من جيرة بقصة كبكون، هاي العشاشة كلها من جلة الخيل سيطلع لهم بيضين. بسم الله ما يبين شي حسرة شي يعني، ما الواحد انه اسوي عيش سوي كم ترتيبة. صبروني شلون الترتيب يا عبي، حطيت لهم عش هنا هذيك فوق زرقتها نايلون ترس تترس. تعالوا شوفوا المفاجأة، هذا العش قلت ليش ما حد خذاه، خلنا غير مكانه يعني، احنا دائما مربين هاي السالفة كلها نسويها يمكن او اغلبنا، ليش الماء ينوخذ فترة قبل يتغير مكانه حتى شنو ياخذونه، لان اكيد اكو عله بالموضوع. بس شوفولي لك عوش، طبعا حتى ريحتها طالعه. ايش مالك خايبه صعبه ان شاء الله، مخايش بها رائحه كلش مفاوله تخشيبه. ايه هي شمرت اخوان، طبعا الطيره من يمكن اقدم الوفيات اللي صارت المهميه سبحان الله، والطيارة انتاج هذا الموسم يعني انتاج بداية الموسم. انا قلت ظلن عندي 2 ايزابيلات وبصراحة ما ملاحظها ابد يعني، هسه باقي بس هاي الايزابيل تولفت هناك عيش سبحان الله. بعد هاي ارزاق ربك انزل فتشت الاعشاب. شوفولي مرتب راس، وشوفولي هاي الطيرة اللي حطت فوق، هاي مرت الحجي اللي هي اقدم طيرة بالمحمية اعتقد، زاوج ابو راس ويردون يسوون عش هناك بس ما جاي يحصلون مكان، فاش راح تصير هاي البياضة تنشال تنحط هناك بالقفص تتشكل. طبعا هذا العش مثل ما شفت البيضة اللي قلت لكم، بس على الاغلب راح ينهجر لان ما ادري تول هالفعل يجي هنا يحط فوقها بالاخير يروح للاخير هناك، ما ادري ما عجبهن. على العموم هذا العش جديد وان شاء الله يصير بينتاج، وبلكت هاي الحجية العجيز تعلم يزق لابو راس. نشوف وين جاب نسوانا وجه، ولا كنت خايف هناك سويت لكم عش هنا حارة. المهم ما يطبقهن بعش واحد، المهم عندي ما يطبق المعيش واحد، هاي الفوق جاي تبيض بعضها محمل ابيض
وهاي كانت بيض مرت المرحوم يعني، خلصت العدة زوجت هذا. همزين زوجت هذا لأن هذا حجم ما شاء الله، وهي بيها دم حلو. فنتأمل خير إن شاء الله يذبون فشي مرتب، بس كون ما يطبقن بعش واحد، لا طبقن بعش واحد الوضعية في طيب. بس حبل النتي حيا على الصلاة. حبايب القلب، بعد ما عالجت هاي اليوم الثاني استراحة، اول يوم بس ماي واليوم الثاني بالاستراحة اللي هو هذا خل التفاح. اخوان هذا اكو ناس يقولون اصطناعي وهاي لا، اخوان هذا شوفوا خفف بالماء الى نسبة 5%، هذا افضل من الخل الطبيعي تجيبونه اخوان، لانه ذاك القطرة مالته لازم تحلها بلترين ما اعرف ايش قد، وكون تركز به لان قوي كلش. هذا مخفف يعني مرات حتى لو شوية يزيد الجرعة على الطيور ما لها علاقة، فاهمين شلون؟ يعني مو صناعي وطلعين من قلبهم، اكيد من مواد طبيعية اللي هو خل التفاح. لذلك يعني جاي انطيهن حاليا شوية يعتبر منشط عام، 3 ايام بعد يومين ان شاء الله اقدمه، وارجع نوبة اعطيهن الكورس 5 ايام اللي قدمته مال العلاجات، والنوبة اعطيهن استراحة وارجع على طبيعتي. هم هسه الحمد لله والشكر هاي اليوم تقريبا الرابع، يعني 5 ايام مال علاج، ومن هذين يومين لا السادس 6 ايام الحمد لله وشكر ما عندي اي هلاكات ولا اعراض مال طيور مريضة. ونقول الله يستر الحلال، حلال وحلالكم ان شاء الله. الفاش الرئوي حاليا لازم نخلي له جرعة ثانية حتى لا البيوض مال الفاش ترجع تعيد نشاطها. المرة اسوي قدامكم العلاج، هذا العلاج اخوان دائما اصوره وما ادري ركزون بيه ورجعون يراسلون يدرون ما يدرون هذا العلاج مال الفاش الرئوي. الاعراض مسولف لكم عليها اخوان، هاي جرعه طير ما مبين عليها اعراض. هذا الطير شوفوه هذا ظهره على الجهه اليمين مال العلبه اكو شريان صاير بكل الطيور هيك، على شريان خلي قطره واحده. هذا هو شوفوا شريان يبين يمكم ولا قطره واحده هنا على مود شنو الشريان يمتص العلاج يوزع على الدم، وهذا الفاش الرئوي يعني يمتص العلاج يموت. بسم الله صار بي هواي ريش النوب كذا، ما ريش منين جتني هاي. هاي بسم الله انتهى الموضوع والامور طيبة. صبحكم الله بالخير. صيفا هم جايبين من ذرة، ذرة صفرة اخوان. بالنسبة لتغذيتي، تغذيتي تقريبا شبه الثابتة مال البيض، يعني خاصة الناس اللي عندها فراخ البيض ضروري كلش، صح جو حار وهاي سواليف وترتيبات وبروتين عالي وما ادري شنو، بس لا الطيور عندها زق تحتاج البيض. بس البيض وخلي عنا راني، وهذول الحلويات جايبينهم الذرة يموتون عليها. مسخين مسخين، يلا تعالوا لكم تعالوا هجوم. وهاي شوية طين هذول الحلوين، تعالوا خلنا نطلع هاي الجوقة مال السمان بعد ما عليهم شي هنا. بسم الله والله افتح الخماية ذيك، تقوم قوم. بسم الله ولف ولف جنة. هاي خوش مزين ما نقرهم. تعالوا 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 البقية تعالوا تعالوا تعالوا. تم وبنجاح الحمد لله والشكر، انتشار عنيف رسول المكان. مصدوم هذا بعده مصدوم نثي مال الفحل، يا ربكم كلها تطلع نثاية، اذا كلش كلش يطلع لواحد فحل اثنين، ما اريد فحل سمان معامع عيني. هسه شنو نبدي نطي اوامر، تعال تع 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 حناطة 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 حناطة. هاي اليوم الثالث بدأ يستجيب، بس شنو اخوان شوية جوعتها اليوم، يلا تاكل لقمة وترجع مسافة. تع 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 الحنوط تع
تعال 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 عافية. بس أنا أخوان شنو المفروض خليه علي دي بس أسرين جاي أسوي لكم. المهم ليش تعلموا على الأوامر حد ما يضل يطير ويجيك المسافات بعدين. من حناطة لهذا المكان الحلو أخوان جيت أدور على فخاريات طوس وهاي ترتيبات على مود أسوي لكم نافورة هم لكم تستفادون معده وهم للطيور وشلون نافورة مرتب اختاريت يعني. فقال لي هناك القسم مال فخاريات خليكم هناك ونشوف. او هذا زلمة الخير اللي لا عباس عليه يستحي يقول لا خلنا يابا تعبنا هاي ست مشات المادر سبعة ندور على الفخاريات اللي ببالي على مود اقدر اشتغل بيهن ماكو وشلون ما اشوف سالفة راح ارجع اسوي ببلاستيك. الغوالي راح صير بلاستيك بس يعني تحفة فنية راح من وصل اشوفكم. انا بالشارع هاي البنات بس تحارش بيها وين ما اروح يحارشون بيها شوفوا صار ساعة تحارش بيها. احباب الله صبحكم الله بالخير يوم جديد اخوان بلش بالنافورات. يعني تفضل استاذ علاء ولك شطلعك.